هذا فيها مخاطرة صح؟ هذا والله عاد صديقي ذا، أنا أسميه ولدي ذا. ها ولدك؟ خليه يعقبك بس يوم من الأيام. ولا يسوى شيء يعني. ليه 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 ما يسوي شيء ليه؟ هذا عبارة عن عامل نظافة للبحر. عامل نظافة. عامل نظافة للبحر. سمك القرش ينظف البحر من أي سمكة مريضة أو مجروحة. سبحان الله العظيم. لكن مشوه سمعته، مشوهه انه هجومي وانه ابد. بس احيانا احيانا ينظفنا حتى احنا. طيب صراحه يعني ينظفنا حتى احنا. يعني انت مريض مثلا؟ لا احنا مريض ولا ذا بس ينظفنا جميعا. تاكد انه ما راح يجيك لان انت كانسان مر المذاق. لحم الإنسان مر المذاق غير محبب لدى الكائنات الحية. يعني الخوال ولا البيض بعد؟ كلهم. آه زين. لا أنا مشويات. أنت والله يمكن أنا يمكن للحمد. غالبا اللي يتعرضون للخطر يكون فيه ريحة سمك أو فيه ريحة دم لغير إنسان، فبعضهم يتضايق يقول أنا مجروح. لا انت دم الانسان غير مقبول، غير مقبول تماما عند كل الكائنات سواء البريه او البحريه. شبكه المجد، القنوات الامنه للاسره.